السلام عليكم شباب، ان شاء الله هنستخدم الارضي الديسبوسابل من بكره. جاك والارضي خمس قطع في كل كيس. اشيل المشبك وارفع البلسطره واركب في المكان المخصص ليه. واقفل المشبك، اوصل على الجهاز كده الارض هي ثابت. ارفع الاسلكه احطها على العيان. طبعا مش هنحط هنا، هنحط يا اما في الاليا او الفرد او السمان. كده الارض وقف معايا. بكتب في صفحه المستلزمات ارضي دياسير زائد دياسير. لما نيجي نستعمل للدواسه نلبس الدواسه كيس واربطه عشان الميه ما تبوظليش الدواسه. ماشي يا رجاله؟ السلام عليكم.